للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنيف السفير دكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. دكتور هيثم، هل ما زالت المنظمات الأممية والحقوقية تستطيع أن تقدم شيء لما يحدث في غزة؟ نعم، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا سيدي الكريم، نحن يمكننا أن نقدم المزيد، وهناك دورة بدأت منذ الثالث من هذا الشهر، دورة 57 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونحن موجودون فيها ولدينا مداخلات متعددة اتباعا حول الأحداث الراهنة، خصوصا ما يجري في غزة وما يجري في سوريا وما يجري في عدد من الدول العالم التي تشهد مناطق ساخنة. وبالتالي ما أشار إليه المفاوض السيد فولكر تيرك هو طبعا من صميم الواقع الذي نعمل من خلاله، وهناك مقترحات سنتقدم بها وسنناقشها مع المفاوض السيد تيرك ومع المجلس الدولي. من ما هي هذه المقترحات دكتور هيثم؟ لا اسمح لي ان لا اغوص كثيرا في هذه المقترحات. هناك اليات او بالاحرى تحديدا ثلاث اليات سنعمل عليها، ولكن علينا اولا ان نناقشها من داخل المجلس، ومن بعدها عندما يتم الاقرار سنخرج بها الى العالم، ولكن قبل ذلك لن نستطيع ان نتكلم عن الحيثيات. الحرب في غزه دكتور، هذه الحيثيات هي ملتي جلسة. الحرب في غزه اقتربت من العام، وعقدت العديد من المؤتمرات وحتى الجلسات في مجلس الأمن، والعديد من التقارير من المنظمات الأممية تشرح الوضع كما هو على أرض الواقع، ولكن كل هذه التقارير لم تغير شيء. لا، اسمح لي أن أعنون ما قلته بشكل مختلف. المشكلة ليست في الآلية التي تعمل من خلالها الأمم المتحدة ولجانها المعتمدة أو التابعة، إنما الآلية التي تعيق تطبيق هذه القوانين هي الحكومات، بعض الحكومات. وكما تعلم بأنه هناك تحرك أيضا على المستوى الأوروبي، مفوض وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السيد فولكر تيرك يعمل أيضا ببرنامج عمل جد مهم، أعتقد أنه بدأ يقلب موازين القوى في الداخل الأوروبي. ودليل على ذلك عندما يتم رفض استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي من قبل الكيان الإسرائيلي، فهذا يعني على أنهم فعلا متضايقون مما يطرحه، لأنه يطرح توسع التحقيقات لتشمل عدد آخرين من الوزراء الذين أيضا شاركوا كلاميا وحرضوا على الإبادات الجماعية والتطهير العرقي. سفير دكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، شكرا لك.